الطبيه ديال التمنصور مده 12 سنه هادي. سبب الوقفه ديالنا هو اننا تنطلبوا في سوق نموذجي وماشي دابا، مده 13 سنه و 14 سنه وحنا تنطلبوا في سوق نموذجي. واليوم من سمعنا بان الميزانيه ديال السوق زفتها وزاره الداخليه مشكوره، وبان ولا السوق النموذجي تيطرح ولا موضوع السوق النموذجي تيطرح، لذلك درنا هذه الوقفه باش نطلبوا من المسؤولين يكون السوق هنا في طامنصورت، يكون هنا في السونتر في الجوامعيه. ودرنا حيت سمعنا بان بغيت تعطينا واحد السوق بعيد على السونتر بشي 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر، وحنا السكينه تتعاني من بعد المسافه. السكينه راه في طامنصورت تتعاني بكل الوسائل. جينا واحد البلاصه بعيده من السونتر، بعيده من الجامع بشي 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر. وداروا طلقوا هذا البرنامج وهذا الشيء بدون حضور اي واحد، هي بيناتهم عجنوها وعصدوها وصوتوا وخرجوا لنا حنا هذا القرار. علاش؟ كاين الناس اللي معنيين بالامر خاصهم حتى هما يحضروا، وحنا دائما مع تواصل مع الرئيس ديال الجماعه ودائما تلبينا الطلبات ديالو، الله يجازيه بخير والله يشافي ليه باه. ولكن في هذه المساله هذه ما عبروناش، والمشاريع هنا في طامنصورت راه حبر على ورق، راه ما كاين منها حتى شي حاجه. اولا كنتكلم باسمي وباسم البائعين المتجولين وباسم الساكنه على واحد المزاله كتعيشها مدينه طامنصورت اللي خصها واحد التدخل عاجل. مدينه طامنصورت كتعيش واحد المزاله، واحد الحاله يرتالها. مدينه طامنصورت في ضياع، لذلك كنطلبوا مساعده الوالي وسعادة الباشا والسيد القايد الله يجازيهم بخير يكونوا شي لجنة ويجيو يشوفوا هذه الحالة اللي كتعيشها مدينة طامنصورت. وكنطلبوا حتى مساعدة النائب البرلماني سي اسماعيل البرهومي حتى هو يتعاون معنا ويشوف من حالنا من هذه المدينة، من هذه المزالة اللي كتعيشها مدينة طامنصورت. المشكل ديالنا هو الجماعة صدرت واحد القرار ديال انها غتحول الباعة المتجولين لواحد السوق بعيد على وسط المدينة بواحد 4 كيلومتر تقريبا، ولكن السوق اللي محطوط في البلان كاين في وسط المدينة اللي امام مسجد الجوامعية في وسط المدينة. كيف يعقل ان في البلان محطوط السوق النموذجي في وسط المدينة ويبعدونا على وسط المدينة ب 4 كيلومتر؟ كيف يعقل هذه المرأة عندها 40 سنة او 50 سنة او 60 سنة تبي تقدا مقدية على قد الحال تمشي تضرب 4 كيلومتر باش تقدا نص كيلو تاع ماطيشة ونص كيلو البصلة وشي بركة باش تاكل وليداتها؟ لا يعقل، هذا استهتار. الجماعة كتستهتر بالمواطنين وبالباعة المتجولين. كيف يعقل أن المشروع يدوز في 3 دقائق؟ ما يمكنش يصدقوا على المشروع في 3 دقائق. ما 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 حضروا أصحاب الفراشة ولا الناس المسؤولة على البائعين المتجولين.